انت شايف اللي انا شايفه ده لوك لايك اريل كورن. مين شايفها ذره او كورن زي ما انا شايفها؟ لو عاوزين تعرفوا دي اتعملت ازاي لازم تتابع الفيديو للاخر. بصوا شكلها حقيقي ازاي. الرسمه ممكن يعبر عن حاجات كتير جوانا، ممكن تبقى الحاجات دي حاجه بنحبها وعايزين نشوفها. انا عبد الله هنيه ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنساش تعمل سبسكرايب ويلا نشوف الشكل ده اتعمل ازاي. زي ما عودتكم ان اي حاجه صعبه بتشوفوها لازم اعلمكم بتتعمل ازاي. اول حاجه استخدمنا جلو ستيك اللي هو الصمغ علشان الزق شعري علشان الشعر بتاع ايدي ما يضايقنيش في الرسم. وما تخافش الغيره بيتغسل عادي بالميه. اهم خطوه ان انا احدد اللي انا عاوزه علشان الشكل يبان معايا حقيقي. ما ينفعش ابدا ارسم على طول، لازم احدد شكل الكورن اللي انا عاوزها. وانا حبيت ان انا اعملها شكلها مقطوم منها قطمه صغيره كده، واستخدمت في التحديد قلم يكون اسود علشان الشكل بتاعي يكون حقيقي. دلوقتي برضو بحدد شكل الورق بتاعه الكورن علشان ارسم لكم احلى كوز ذره، والتحديد يكون بقلم اسود عشان يسهل عمليه الرسم بعد كده ويبين التفاصيل اللي انت عايز ترسمها بكل سهوله. رسمت كوز الذره ودلوقتي انا برسم الورق اللي هو بيلفه علشان يبين ان هي لسه خارجه من الشجره. وحبيت ارسم ورق يكون مفتوح علشان يبين الكورن. الورق مفتوح يعني حاجه 2D. دلوقتي رسمت باللون الاصفر داخل الشكل او داخل الكورن علشان احدد شكل البوب كورن او شكل البوب كورن اللي هو الفشار حضرتك. الكورن ده لسه ما استواش. علشان اخلي اللون اصفر اقوى استخدمت اي شادو اصفر وبدات ادمج اللون على الشكل الداخلي كله. وبعد ما استخدمت لون اصفر مط استخدمت بعد كده لون اصفر بيلمع علشان يبين الدايمنشن او علشان يعكس شبه اضاءه فيبين شكل الذره احلى معايا. وزايفين لما استخدمت اللون الاصفر اللي بيلمع بدات تدي لون اقوى علشان هي بدات تعكس الاضاءه فكان شكلها احلى وشكلها اجمل. طبعا الايشادو ممكن تشتريه من اي محل بيبيع ميك اب عادي جدا. ومهم ان انت تبقى عارف ان الالوان الكريمي اللي بنستخدمها لازم بعديها لون بودره علشان تبين ان هي شكلها حقيقي. ما تكتفيش باللون الكريمي فقط، لازم اللون البودره بعد اللون الكريمي. وبعد كده استخدمت لون اخضر علشان ارسم الورق وعلشان ابين شكلها حقيقي. طبعا هتسالوا سؤال مهم جدا، ايه الالوان اللي احنا بنستخدمها او نجيبها منين؟ الالوان اللي انا بستخدمها اسمها سانزارو وهي بتتباع باللون زي ما انتم شايفين كده، ودي بتتباع في المكتبات وممكن نجيبها اونلاين. بنستخدمها بسهوله وفي طبعا ماتيريال زي ميرون اعلى بكتير بس للاسف مش موجود في مصر، ممكن لو حد بره مصر يقدر يجيبها. اسمها ميرون. الالوان اللي هي زي كده او اللي انا بستخدمها وبتكون كويسه جدا معايا بتبقى الوان بيز ووتر، يعني من الاخر بحط شويه ميه في الفرشه وبدمجها علشان اطلع اللون. في الوان بتبقى بيز كريمي او معموله زي الفاونديشن والكونسيلر، ديت بنلون بيها مش بنرسم بيها ومش هنعرف نعمل التفاصيل كده. دلوقتي جبت اي شادو بودره واخترت لون اخضر غامق وبدأت ارسم الورق الداخلي. الورق زي ما انتم عارفين ان هو هيكون متني ففي جزء منه معاكس الاضاءه بره وفي جزء داخلي، فاحنا دلوقتي رسمنا الجزء الداخلي. جبت نفس القلم اللي انا حددت بيه اللون الاسود في الاول وبدات ارسم بيه الخطوط بقى الطويله عشان ارسم كورنايه كورنايه، عشان ارسم واحده الدوره واحده الدوره. فعملت خطوط الاول بالطول وبعد كده بدات اعمل الخطوط بالعرض. طبعا الموضوع خد مني وقت كتير جدا، يمكن ساعه واحده بس علشان تعمل تحدد الدرايه واحده درايه واحده درايه، بس تستحق. عشان الرسمه تكون معاك شكلها حلو لازم تتعب ولازم تبقى بتركز في التفاصيل وبتعمل واحده واحده. طبعا استريحت كتير جدا وكملت تصوير فانت وانت شغال لازم تستريح. بس خد بالك واحنا بنعمل بقى الخطوط ديت بنعمل كله ما عدا الحته اللي احنا عاملين فيها قطمه. يعني الحته اللي احنا عاملين فيها قطمه مش هنحددها باللون الاسود، هنحددها باللون الابيض. عشان اعمل بقى دايمنشن او عشان اخلي كوس الدوره داخل لجوه من الاطراف وخارج من النص لازم اجيب اي شادو اسود وابدا احط كده على الاطراف عشان يعمل لي دايمنشن او علشان يعمل لي الابعاد بتاعه الدوره. طبعا بعد ما رسمت الالوان والكلام دوت كله لقيت ان اللون الاسود اللي انا حددت بيه باظ فزودته اكتر. دلوقتي اللون الابيض، واللون الابيض بيبين انعكاس الاضاءه، فهنعمل على كورنهايه كورنهايه اللون الابيض. لازم على واحده الدوره واحده واحده نعمل انعكاس الاضاءه عليها. وخد بالك انا دلوقتي استخدمت قلم جل وفي الاخر خالص استخدمت لون كريمي، فما تزهقش لانك كل ما هتظبطها وكل ما هتخلي انعكاسها في الاضاءه فيها اقوى كل ما هيكون شكلها احلى واحلى. واي رسمه اصلا بتختلف من العاديه للرسمه ال 3D او الرسمه اللي شكلها بجد من استخدام الاضاءه، واستخدام الاضاءه بيكون باستخدام اللون الابيض. جبت بقى لون اسود وبدات ادمج في المنطقه ديت علشان يبين ان هي داخله لجوه اكتر ويبين لك اللي هي الورقه ان تكون شكلها متني باستخدام اللون الاسود. زي ما انتم عارفين ان الاسود بيستخدم علشان يعمل لون الظل
وبدأت أعمل خطوط عشوائية كده عشان يبين إن الورقة حقيقية والورقة فيها زي شعيرات كده، وعملت شعيرات خارجية من بره. كل تفصيلة صغيرة بتضيفها كل ما تخلي شكل الرسمة أحلى. النور كان قطع ومصورش الجزء دوت، بس زي ما انتوا شايفين حطت إضاءات وظل مش أكتر. لو شايف الرسمة حقيقية قولي في الكومنتات. ما تنساش تتابعني على تيك توك وانستجرام ويوتيوب.